كوكو شانيل I don't do fashion, I am fashion. إيف سان لوران بيأكد إنه الفاشن مش بس بيخلي المرأة تبين أحلى، كمان بيعطيها ثقة بالنفس. دونا كارن بتقول عن نساء اليوم مختلفين عن نساء بالثمانينات لأنه مرتاحين أكتر، وبالنسبة لإلهم مش لازم يتخبوا بتيابهم. طبعاً كل عمالقة الموضة معهم حق. مهمتنا اليوم بجلامي أب ننقل الموضة على طريقة المشاهير. نجمتنا اليوم هي من الشو بيزنس. خلينا نشوف كيف سوا رح نحول آنيا بستايلا لأحدى نجمات بوسيكات دول. I'm Anya. I'm from Serbia. I choose to become like Nicole Scherzinger. Her style is unique, sexy, and fun. اشتهرت كتير as leading vocalist, solo artist with the famous pop group The Pussycat Dolls. Nicole Scherzinger معروفة بشعراتها, her very long black exotic hair. اشتهرت نيكول شيرزينجر بهير سبيشال لوك بهير سبيشال ستايل عطول عندها روك بلام شيك ستايل. نيكول شيرزينجر تنتقل من الستريت هير للفيري لونج ويفي للفولومينس ابدوز للباني تيلز بس الفانكي وانز مش العادي. ترفع شعرها هاف اب هاف داون حتى تعمل تويستد بانز هيك فوق على راسها. تزبط على نيكول شيرزينجر بستايل لبسة جملة Dress to Impress knowing إنه كل التياب اللي بتختارهم هن التياب بيبرزوا مفاتن جسمها والكيرفز تبع جسمها. نيكولز ميك اب هو الدراماتيك ميك اب كات اي سموكي جلامرس كتير روك اند رول كتير الايلاينر العريض المسحوب لبرا كتير اسود كتير برونزنج باودر فوق عينها الليبس ار بولد داري كولرز احمر بينك بيري هيك الوان. She's bumpy, she's sophisticated, she's a fashion queen. أول لوك لآنيا رح نشوفه سوا، نشوف إذا ميراي كانت شطورة. بلشين بي إذا فينا نقول her favorite colors يعني. شو بتقولي كارلا؟ شو كارلا؟ أسود أحمر. كثير صعب نحفة نعرف شو هو. يعني she's a rock star and a singer، شو معقول يكون لابسة أول color؟ أنا بقول بلاك. صح ميراي؟ مظبوط. يلا we guess the color، let's see the style. Black on you. It's gorgeous. I like the style. عطيها واحدة. بيشبهني بيشبه شو لابسة. ليكي مظبوط ليكي. Exactly. يوم كارلا لازم. Anya's look is so rock. Anya, you love the look on you? Yes. It's nice. It's edgy. It's nice. It's rock, right? And that's what you're aiming for, the rock look. هلا Anya كانت حابة تطلع شوي من حالها. هي she's very sweet وهيك كنت حابة شوي تروح to a different style but that's why هيدا عم جرب نعمله مع ستيل نيكول شيرزينجر. كارلا انت بتأيدي وبتحبي انه وحدة تكون تطلع تعمل contrast بين attitude ونعمتها والأجينس ولا بتحبي matching يعني يكون كاركترها مثل تيابها شو رأيك؟ ايه ليه لا بالعكس هيك it spice up شوي الattitude الكاركتر personality تبع شخص ايه لا ميراي بتلاقي انه التياب بيأثروا على الاتيتيود على طريقه الموفمنت تبع المراه لانه بظلموها عاده بس يقولوا المراه هيك الناعمه بتكون بورينج. مظبوط وانيا از ا جريت اكزامبل هلا عن هذا الشيء انه شي كان بي سويت. انيا دو يو فيل ذات از ا بورينج لوك اور اتس ان ادجي لوك؟ ليتس يو نو جريت يو اول اجري اتس جورجيوس اون يو.
حبيت كتير هذا اللوك بجنن والجلد كتير دارج. بدنا نشوف سكند لوك. I'm sure Mirai did a good job. Wow, I love this one better. Do you? Yes. You agree, right? What's so different about it? شو كلا شو الغير مع إنه في leather كمان؟ هلا أنا مزبوط وفت حدا هديك الساعة لأنه اثنيناتنا total leather look. بس أنا هيدا هو السيل يلي أنا بحبه يلي أنا بلبسه. يعني بحب كمان when you mix and match leather fabrics. يعني ماشي السميك مع الليذر اما الليس مثل ما ساندرا انت لبسه مع الليذر بالكيس تبع انيا كثير لبقت لها واتس مور هير ستايل يعني هيدي البليزر عطيت تويست مع الليذر واتس فيري فاين اذا لاحظتي لبقت لها كثير والكونتراست اهم كونتراست هو بين اللوك البانك اما روك اند رول تبع جلد يلي بيعطيه جلد والبليزر يلي هو فيري كلاسي وخاصه هالنوع البليزر يلي هو فيري شارب مع شولدرز بادد كمان Mirai, job well done. مثل العادة. Anya is a great model as well. Absolutely. All right, Anya. But the final reveal will be something special. Anya's features European. Nicole أكثر exotic features عندها. بس قدرنا قربنا كتير قربناهم على بعض. قربنا Anya على Nicole لأنه we mixed feminine with rock. نشوف أنيا بالفاينل لوك رح يكون الهير ستايل اللي كانت عملته نيكول بالأمريكان ميوزك أوورد Final reveal وعلى اختيار على dress كتير classy and sexy at the same time هو black and white dress قريب كتير من الستايل اللي لبسته نيكول شيرزينجر مبسوطة كتير من الريزلت أنا كتير حبيت لوك أنيا خاصة أنه بعرف أنه هي كتير بعيدة عن اللوك اللي هي راح تشوفوها فيه هي شخص كتير بيستحي وهذا اللوك داري جريء أنا حبيت أفوض جوجي جربنا نجمع بين السنشواليتي اوف الدرس والأجينس اوف الروك ستار وطلع روعة الدرس على أنيا My experience to date was very fun and interesting because I changed my look completely to more wild and rocky and edgy style and I love it Beautiful, smart, and funny. And I'm a woman. ما بدي صراحة فوت كتير بكير بجراحات وهيك شغلات. يعني ما عندها definition بوجهها.